السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا الجزء من بانوراما لهذا اليوم. ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أو الأستاذ خالد الطبيب الترهوني، منسق عمليات الدرع الوسطى، لمعرفة بعض التفاصيل حول مجريات الأحداث هذا اليوم. سيد خالد، أهلا بك في بانوراما اليوم. أهلا وسهلا بك. في البداية، أهلا بك، ارفع صوتك قليلا بعض الشيء، لو تطلعنا في البداية حول أو ما هي آخر مستجدات لهذا اليوم؟ لحظة يا أيوة. أنت على الهواء الآن. في البداية لو تطلعنا على صورة أو الأوضاع الميدانية في منطقة ورشفانة بداية. منطقة ورشفانة عاصر المفروض يخرج بيان أخيرها وشرط الميليشيات منها والسيطرة عليها طبعا من قبل قوات رئاسة الأركان العامة. تقدمت قوات رئاسة الأركان العامة بالأمس من بعد تمشيطها منطقة الوشفانة، تقدموا إلى منطقة الأركانية والسيطرة على منطقة الأركانية بالكامل. عذرا سيد خالد، حتى نستمع اليك بشكل جيد، لو فقط يعني تحاول ان تركز في مكان، لان هناك صوت مصاحب، صوت يعني مشوش يصاحب حديثك الينا، لو تامن مكان جيد للحديث حتى نسمعك بشكل جيد. صوت الرياح قليل، نتكلم حتى نترك اللغه العربيه ونتكلم عادي بسرعه، يعني احكي بالليبي. بالليبي تمام. أمس بعد سيطرة قوات رئاسة الأركان العامة على منطقة الشفانة، طلعوا طبعا منطقة الشفانة وقدموا منطقة العجزية، سيطروا في منطقة العجزية لمقر يتبع أعتقد يتبع إدارة الجيش الليبي، يعني في منطقة العجزية، وكذلك مهبط الذي في الأيام الماضية يقومون بتعبيده، وملعب مدينة رياضية، يعني قدموا الدوار لمنطقة بوشيبة وبعدين لمنطقة بير الغنم، خشوا للمنطقة هذيك وتقدموا فيها وسيطروا عليها وحاليا مستقرين فيها. أمس طلعت شائعات، أعتقد هي مش شائعات هي رسائل مسفرة لميليشياتهم الموجودة غادي، والمجرمين اللي قاعدة موجودة لتسبب الزنتان وطلعت من ورشفانة، يبعثونهم في رسائل مشفرة بالأمس عن طريق قناة سكاي نيوز وقناة الدولية اللي هي وقناة العربية الحدث والعربية الأخبارية، اللي هي قصف تقدم قوات الجيش الليبي الوطني ومش عارف ايه، وخروج طائرات باتجاه طرابلس. يعني هي الاحداث اللي طلعت امس هذه في الليل متاخر ما لهاش اساس من الصحه، ولا يوجد حتى قصف طيران. لكن اليوم جت طائرات، واحده مروحيه روسيه، هذه طائره مقاتله، الطائرة هذه ما عندهاش أهداف يعني علي علو، هي طائرة مقاتلة على مسافة منخفضة. أين شهدت هذه المروحية حسن؟ هذه طلعت زنتان، هذه الطيارة هذه طلعت زنتان، وبعدها قبل العصر، بعد العصر طائرة نفاتة حربية طلعت كذلك من الاتجاه ومرت على جادو وحامت فوق المنطقة ذيك بصفة عامة، يعني منطقة جات ومنطقة غريان، طبعا في مسافة بين غريان وجات، لكن لنقطة حامت على الجهة الغربية، يعني سلكت عن طريق لم تقصف أي أهداف هذه الطائرات؟ لا 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 لا، هي استطلاعية اليوم، هي استطلاعية، وأعتقد أنها تثبت نفس الحاجة، يعني أعتقد أن حيكون الله أعلم ربي سلم، يعني ربي سلم الشباب غادي، لكن اعتقد ان هي ناويه على قصف، يعني ناويه يعني ربما هذه الليله ربما غدا، الله اعلم. نعم. لا
لكن دائما هذا الخروج المضطجي للطائرات دائما ما يعقبه بعد يوم او اثنين يعقبه القصف. نعم نعم. بالنسبة لي ذكرت من جملة حديثك معسكر الذي موجود في منطقة بئر الغنم، هل كما سمعت منك الآن أنه يتمركز فيه الثوار؟ ما هو وضع هذا المعسكر؟ الثوار يتمركزون في منطقة بئر الغنم، ولكن مربوش نعطوا إحداثيات يعني توا وين متمركزين بالضبط. نعم، لكن هذا المعسكر ليس فيه قوات تابعة للقبائل. لا، كانت في قوات للميليشيات المسلمين مطلوبين، هذا كلهم كانوا في منطقة العزبية وكانوا في منطقة الشيخان، طلعوا وهربوا توا حاليا على حسب علمي ان حاولوا يضربوا الزتان في احد البوابات، يعني قاموا بطردهم ما خلوهمش يخشوا للزتان، مش لانهم مجرمين، يعني مش لان هذا مجرمين ما خلوهمش يخشوا، لا لانهم ما يبوش تصاعد المشاكل وتصبح غادي للزتان. ودليل على هذا نرجع لقصة سيف، أعتقد أنها أثارت الأمن الأمر والمنظمات ومؤسسات، وجلست أنا مع عدة أطراف وحاليا يتساءلوا عليه، يعني فالموضوع هذا بيصبح أمر ثاني لملاحقة القعقاع والصواعق غادي جدا. عموما الجهة ذيك حتكون نقطة استهداف للقوات للجيش القوات المسلحة، يعني حنا أي منطقة مارقة حتى الآن هربوا لها المجرمين من الشفانة ولا اللي هربوا لها من القعقاع والصواعق حتنفذ مع الخطة دي. هذه النقطة الأخيرة، وفي عون الله في عملية جديدة أخرى ستكون طبعا فجر ليبيا. هذا المسمى ليس مسمى من الشارع، هذا المسمى من قيادة رئاسة الأركان العام. في بعض الأماكن يجب تطهيرها كذلك من هؤلاء الفلول مثل الجنوب وخطة أخرى لا نستطيع الآن تحدث فيها. نعم نعم. ربما أنا سألتك سؤال ربما بشكل مباشر حول معسكر بئر الغنم، يعني هل تمت السيطرة عليه أو إخراج القوات التي كانت تتمركز فيه؟ هل في بعض الآليات هل تم دخولها أو حتى خروج منها؟ هو يعني الحقيقة دخول بئر الغنم لم يكن في قتال عنيف، يعني دخلوا الثوار ومنطقة فاضية، يعني سحاب مفاجئ حصل من في منطقة العزبية وفي منطقة بئر الغنم. ممكن هل هناك تقديرات لحجم القوات او الاليات في هذا المعسكر قبل 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 ان يتم استهدافها من قبل الثوار؟ لا 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 معسكر دروع، عفوا نعم معسكر دروع الذي اللي قصفته الطائرة لا 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 الذي تم قصفه من قبل ثوار غريان ووجد فيه وقتل فيه قرابة 150. كان هناك أحد كتائب الثوار يوم أمس معنا في التغطية وقال أشار إلى مجموعة من القتلى كان من ضمنهم من ذوي البشرة السمراء لم تحدد هويتهم بعد. طبعا اعتقد انهم من الشف ومن الشاد نفس المعسكر. نعم نفس المعسكر، ولكن لما خشونا الثوار بلما ما فيش الا الاليات التي لا ما هيش حاجه استراتيجيه يعني ولا تعتبر غنيمه، يعني دبابات عاطله يعني. نعم بالنسبة لهذا اليوم، هل هناك اي اشتباك من اي بعض الاماكن التي تمركز فيها القوات جيش القبائل؟ لا رماية رامية أطراف على مسافة بعيدة وليس اشتباك، أنا بشوف في اشتباك يعني محاولة. لكن في أي أماكن في ورشفانة تحديدا التي لا تزال فيها بعض مظاهر إطلاق النار؟ بالنسبة لمنطقة بئر الغنم بالأمس بعد سيطرة القوات رئاسة الأركان على منطقة بئر الغنم في الليل بعد ما طلعت هذه الشائعات
بتاع القصف بالطيران تشجعوا المجرمين ما صدقوا يعني صدقوا ان في بالفعل ان في قصف طيران، فهم تقدموا لقوا روحهم في بين المقصلة او ما فيش لا قصف لا واحد يعني صار اشتباك ورجعوا. لكن بقاء الثوار هو يعني من قادة الجبهات يعني قالوا له اوقف عشان نعم خالد سيد خالد سيد خالد طبيب ابقى معي قليلا سيد خالد طبيب عذرا ابقى بعد دقائق ورحب هنا بضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد النعاس الخبير العسكري. في البدايه سيد محمد اهلا وسهلا بك. شرف. هل من تعليق مبدئي ربما على بعض المعلومات التي تفضل نبدا من الاخر؟ احنا كنا في هذه التغطيه نريد ان نحلل العمليات فجر ليبيا منذ ان ابتدات الى الان والمسار الذي المراحل التي مرت به، لكن ربما نبدا من حيث انتهى. ايوه نعم. المعلومات التي ساقها الأخ الفاضل لا تكفي حقيقة لإعطاء الصورة الميدانية الكاملة. نحن لا نعرف مثلا بعد أن انسحب يعني منتسبو القوى المضادة للثورة من منطقة العزية واتجهوا يعني عدد كبير منتجب باتجاه وادي الحي، هل تمت مطاردتهم في تلك المنطقة أم لا؟ وادي الحي اللي هو مكانه جنوب برشفانة. نعم برشفانة مش تحت الجبل، جنوب برشفانة. جنوب برشفانة سمعت أنه هو المكان الوحيد اللي يقدروا ينسحبوا له، لأن المحور العزية مغلق بالنسبة لي ما يستطيع الانسحاب منه، فربما سحبوا من تلك الجهة. فأنا فهمت أول أمس من الاتصال ببعض الثوار غريان أنه هم أي مجموعات تطلع للمنطقة المفتوحة كانوا يتعاملوا معها بالروح، وأنهم سيطروا بالنيران، وأنهم سيطروا على بيرشيبة بالكامل. لكن ناس نحن حضرتك سألتها على ماسك بالغنم، هذه نقطة مهمة جدا. عفوا بس سيد خالد لازلت معي. سيد خالد لا معك. إذا كان هناك من أسئلة تريد أن تسأل بشكل مباشر يمكن أن نعم نسأله حتى تعلق عليها لعل ربما تفيد فيه. نعم بنحب النقطة. مرحبا سيد خالد اهلا وسهلا بك. اهلا بك استاذ. اهلا وسهلا بك. نبي اسالك يعني بالنسبه لبير الغنم بالذات معسكر اللي هذا احنا سمعنا يتمركز فيه مختار فرنانة وربما مختار الاخضر والجماعه هذو، هل يعني سمعت انه من 3-4 ايام قصف يعني وصل فيه القصف المدفعي من قبل الثوار غريان، لكن هل التقدم وصل لمعسكر بير الغنم نفسه ام ما زال في منطقه بير الغنم يعني حوله؟ المعارك اللي حصلت بالامس كلها في منطقه بير الغنم نفسها يعني، وبير الغنم الان ما فيهاش ولا اي احد من الحلول. وبالنسبه لقصه انسحابهم الطريق ما هيش محكومه في وادي الحي او محكومه في شمس ماء، وادي الحي يمتد حتى جنوب الزنتان منطقه يعني يقولوا الحمادة، هذه المناطق كلها مفتوحة. اللي بيهرب من منطقة ورشفتانة عنده مخرج وعنده مدخل كذلك. ثوار غريان متمركزين في بوابة بوشيبة يعني عددهم مقارنة بالخريطة الجغرافية والشاشة يعني هذه مستحيل يسيطروا على المنطقة كلها، نقصد يسكروا المداخل لأن هي تعتبر شبه صحراء، سيارات صحراوية تدخل وتخرج من أي مسار. بالنسبة للجماعة اللي قلنا هذه طلعوا من شمس ماء مستحيل ثوار غريان أو قوات المسلحة أن يسدوا الطريق عليهم لأن الطريق مفتوحة. ولما قلت لك اللي هربوا من ورشفتانة ما نقصدش هربوا من ورشفتانة كلهم من هذاك الاتجاه، فيه من جهة الجنوب ورشفانة والجهة الغربية لورشفانة، هذه اللي كانوا متمركزين في الشمال في منطقة الصياد والماية والعمرية والمعمورة، هذا انفروا من جنوبها. لكن اللي نخصه اللي كانوا موجودين في منطقة نجيلة تأخروا إلى الخلف. وين تأخروا؟ تأخروا منطقة العزيزية. في منطقة العزيزية أهل العزيزية نفسهم قالوا نبوا دخول لقوات رئاسة البركان بدون أي استخدام سلاح، وإحنا نضمن أن ما فيش حد يعني إنكم حتلقوا يقاوم.
المهم الشمالي كانوا موجودين فروا غادي لبير الغنم. المعسكر اللي موجود فيه فرنانة هذا موجود قاعد فيه، لكن في معسكر آخر سيطروا عليه الثوار بالأمس، هذا اللي نقصنا. اللي هو أي معسكر؟ في معسكر في بير الغنم هو معسكر نقلية يعتبر. ما نعرفش حيثيات الموضوع بالحقيقة بالضبط، ما نقدرش نفتي فيه الموضوع، لكن بالأمس خشوا ثوار المعسكر في بير الغنم، ما يستحضرنيش بصراحة، لكن ما يلقوش فيه آليات عسكرية، يلقو فيه دبابات رابش، يلقو فيه عربات عسكرية رابش، يعني يمكن الاستفادة منها، يعني هي لا تشتغل قدام المدفع بتحكي محركاتها عاطلة، لكن الدبابة قصدي مدفعها يشتغل. القوات المسلحة بالأمس طبعا قلت إن من مستحيل الاستفادة منها، قاموا بإعدام هذه الدبابات حتى لا تستخدم لأي طرف من الأطراف يعني. طيب هذا فهمناه، لكن بالنسبة لمعسكر الدروع، معسكر الدروع اللي قيل أنه قتل فيه أكثر من 100 شخص أكثرهم من البشرة السوداء، وحتى البشر البيضاء ربما تكون من طوارق وحزاد يعني، أكيد. فهل الجثث سحبت كلها للزنتان أم بقيت هناك؟ ماذا حل بها؟ والله الجثث شوف نقول لك، الجثث لو شيء خناير أنا وثبت الجثث تلقوا فيها في كل مطرح صايحة، يعني في اللي لابسين البدلة الخضراء الأولى ديك في على الجيش القذافي، والباين إنهم انتبهوا ومن تشاد، لان فيهم فيهم علامات في الوجوه، ما هيش علامات يعني بس السمراء اللي متحضرين من الليبيين، يعني العلامات هذه رموز وغيرها يستخدموا فيها التبو ويستخدموا فيها تشاد، يعني معروفه عند الليبيين الخباش هذا في الوجه وغيرها. طيب طبعا احنا ركزنا على بير الغنم، ليش؟ لان بير الغنم لو سيطرتوا عليها ان شاء الله تعتبر نقطة فارقة وتعتبر انتهاء للمعركة السهلية هذه اللي في الساحل، لان هذا يعتبر يعني اي قوات تنزل من جهة الزنتان لن تعود قادرة على الانتشار في الساحل مرة اخرى. يا استاذي هم القوات الموجودة غادي ما همش شباب من الشارع من دفعون وهم هربوا وحدين ولعوا السيارات وجرتهم. العملية هذه فرصة يعني حتى نوضحها الليبيين، العملية رام هادهم الشباب راهم عندهم أرقام عسكرية منضبطون، يطلعوا بقيادة يأخذوا في أوامر، ما يمشوش هيك يعطي باصي، يعني أحيانا الانسحاب هذا أحيانا يكون كمين، فأنت لما تأمل لي حتى منطقة من بير الغنم وأمنت منطقة ورشفانة، يعني مداخل المداخل طرابلس يعني من شرقها وغربها وجنوبها شبه مسكرة من جميع الجهات، أي قوة تطلع تنزل من الزنتان أو من رجبان من القعقاع والسواعق ولواء المدني ومش عارف إيه من المسميات الأخرى وكتيبة برق النصر ومش عارف إيه، هذه سكرت على جميع المداخل، وهذه بنستفيد منها حاجه ثانيه، انا سكرت عليه حتى الوقود، سكرت عليه تموين، هذه ما نقصدش القبيله، يعني نقصد القوات هي بتستفيد من الوقود، بتستفيد من الذخيره، بتستفيد من العتاد العسكري، لما انا سكر عليه حتى في الجنوب، عندنا قوه ثالثه مشاه موجوده في الجنوب مسكره مش هذيك، ما عندهمش حل الا الطيران ينزل عليهم من فوق، هذا الحل الوحيد، وجاري ان شاء الله السيطرة على الموضوع. بالنسبة لسبب بقائهم زي ما قلت ان الشباب المفروض يقدموا لا ما يقدموش، لانهم هم شتهم اوامر اوقف غادي اوقف لا غادي. انا ما قلتش المفروض يقدموا، قلت اذا كان تمت السيطرة، انا بنشوف مدى التقدم وين، يعني إذا كان سيطروا على مركز بير الغنم لأن هذا هو آخر نقطة متقدمة عندهم للسيطرة والمراقبة والتمركز، فهذا يعني تو عرفنا أن معسكر بير الغنم اللي يختفي اللي قيل أن فيه ممكن مختار فرنانة وبعض قادة الميليشيات التابعة للزنتان، يعني ما زال لم يقتحم بعد ولم يكن تحت السيطرة، يعني ولهذا خط الإمداد لم يتم السيطرة عليه بالكامل،
أقول لك خالد الطبيب عذرا سيد خالد. نعم عذرا سيد خالد الطبيب ابقى معي عذرا فقط. يعني نريد ان نحلل فقط الجزئيه. لدينا استطلاع جريناه في ورشفنا ربما نلاحظه بعد او نشاهده بعد قليل، لكن هل من تعليق مبدئي حول مسار الاحداث هذا في هذه المرحله؟ هذه تسمى مرحله مطارده العدو. نعم. العدو في حاله انسحاب والثوار ما زالوا يلاحقونه في كل مكان. طبعا منطقه سهل جفار، هذا المنطقه يعني منطقه واسعه جدا، وشباب ثوار غريان يسيطرون على بوشيبه الذي كان مركز سيطرة ومراقبة تابعة على خط الإمداد الذي يأتي من الزنتان ويمده الشفانة. الآن ما يسمى بجيش جيش القبائل تابعة للشفانة، الآن في حالة انهيار كامل، في حالة هروب ينتشر في كل مكان. فلابد للشباب أن يطاردوه، خصوصا إذا كانوا عندهم آليات ثقيلة حتى لا يتكون لديه قوة نارية جديدة. بعض المعلومات تشير أن هناك نية لطمر أو ردم بعض حتى الدبابات، لاحظنا ربما مقاطع من الفيديو، ما الذي يشير إليه؟ عندما يكون جبهة العدو في حالة انهيار يعمل كل شيء، يعمل أي حاجة. يعني هل هذه طمرها لاستعمالها مثلا مرة أخرى ولا لإخفائها؟ أحيانا حتى لكي لا تكتشفها وتطاردها أحيانا، لكن صعب طمر دبابة في حالة الهروب، صعب، ما مش معروف عسكريا كلام هذا. يعني يقال ايام الحرب العراقيه ان صدام حسين طمر 7 أو 8 طائرات ميراج، لا ادري الكلام هذا صحيح. لا، جيش صدام حسين جيش نظامي متقدم ومدرب. نعم. ومتمرس في الحروب، لكن هنا حرب ثوار، ولكن الطرف الاخر هي ايضا كتائب مدربة يقاتلون عصابات، هذا الوضع يعني. نعم، لكن ايضا الكتائب التي في تقابل الثوار هي كتائب ايضا مدربه حسب يعني بقايا 32 معزز. هي يفترض لكن انهارت بالكامل، انهارت لان ما عندهاش قياده وما عندهاش عقيده عسكريه ثابته وما عندهاش، طبعا خدعوهم قادتهم الموجودين في الخارج وفي الداخل، وتمت انهم لم يستطيعوا الصمود، يعني لأن ثوار الجبهة الغربية وجبهة جنزور يعني سيطروا في وقت قياسي على المنطقة واسعة جدا جدا، تشتمل على 7 قبائل شوية، مجموعة من المدن الرئيسية مثل الزهرة والعزيزية والمعمورة. نعم. بالإضافة إلى مدن صغيرة أخرى زي العمرية والناصرية وغيرها. نعم. فالحقيقة سيطروا عليها في زمن قياسي، ما يدل على أن العصابات التابعة للقبائل هذه عصابات غير منظمة في قتالها، أو فقدت طبعا طريق الإمداد بتاعها ضرب، معنوياتها نزلت. نعم، ربما فانهارت فحد نهار، الآن هم في حالة هروب. نعم. أكثر من يستعملوه في حالة هروب سيارات دفع الرباعي للخروج من منطقة الخطر، هذا أقصى شيء يعني. نعم، سنواصل المزيد من التحليل حول هذا الموضوع، ولكن لدينا استطلاع أجرته قناة ليبيا بانوراما، نشاهد جزء من هذا الاستطلاع وسنعرض الاستطلاع كاملا بعد الانتهاء من بث الحلقة. نشاهد هذا الاستطلاع ثم نواصل. سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. احنا ناس غلابة اللي عندنا لفكة لهكة، خلونا نقزطوه في حالنا واللي بيجينا مبروك من بيه، واحنا ناس غلابة وشبان ياهم نعاند فيه ما هم سكر وضغط، وعندي أخوي تاني حتوها هو مكسور معاق نفسي ونعاند فيها هو. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله. عمره 5 سنين 6 سنين هاي يسوق بيه، شوفوها ها وراني يسوق بيه، حتى الرخصة ما عنده، ما يعرف حد وشكارة بوراز من الجنب وشكارة البول، وتقرحات من لوطة كان راقد شهر في مستشفى الخضرة، تقرحات حالة شوفوه حتى بعيونكم. ها والله ربي يصبح فينا وشعنا وضربنا الشر، متأول قالوا لنا في خش وخشينا، رفعنا شوية تموين وبطاطين الأمور تو شفتها، والله مشيت خشيت الحق قلبي نفتح، لكن أنا مليان الحمد لله، لكن مليان نبكي. كانت في كتائب ثوار من سوق الجمعة ومن تاجورة ومن جنزور، فرشان جنزور والقوى الوطنية المتحركة، بالإضافة لكتائب منطقة طرابلس العسكرية اللي هي 161 وال 155 طبعا هذا المحور. طبعا المكان اللي احنا فيه كلية الزراعة، هذا تقريبا معهد انا عارف شو اسمه الحق، مو واحد منهم كلية الزراعة، طبعا كانوا متمركزين فيه، هذه ذخيرة متاع الهاون، كانوا يخصوا بالهاون وتعاملوا، حتى في دبابة خشت انا رمت، طبعا جت من ورا الساتر الدبابة، تعاملنا معهم قعدنا حوالي 4 أيام في المحور، هو المحور هذا قعدنا فيه 4 أيام، نظرا لوجود قناصة في المبنى هذا وفي المسجد، تمشوا للمسجد حتى هو تشوفوه، في بيت حتى هو هنا عالي شوية كانوا فيه قناصة.
والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المكان طبعا بعد أربع شوارع الحشان انطلقنا إلى أربع شوارع الزهراء، ما يسمى ببوابة الشرطة العسكرية. هذه البوابة الشرطة العسكرية سابقا في هذا الاتجاه اتجاه الزهراء، وفي هذا الاتجاه اتجاه كوبري الزهراء وطريق المطار، ومن الخلف إلى كوبري 27. هذه النقطة صارت فيها اشتباكات بسيطة يوم 22 أو يوم فعلا يوم 22 يوم 23 يوم 23 صارت فيها اشتباكات في الفترة الصباحية بسيطة جدا، ومن ثم تم دحر هذه الميليشيات وخرجوا خارج منطقة ورشفانا بالكامل حتى تم توصيلهم إلى منطقة بئر الغنم. واليوم حاليا في بعض الاشتباكات في منطقة بئر الغنم، وردنا الآن من بعض الأصدقاء أن هناك اشتباكات في منطقة بئر الغنم ما بين طوار الزاوية وطوار غريان والعصابات الإجرامية التي فرت من منطقة التي فرت من منطقة ورشفانا. فطوار فجر ليبيا ما زالوا في تتبع لهؤلاء المجرمين حتى يتم إخراجهم من هذه المنطقة بالكامل بإذن الله تعالى. وأكبر دليل نوريه لكم احنا في شنو اسمه هنا عندنا في كوبري الزهرة، العلم الأخضر هذا منحينا من أحد الأماكن، صور له العلم الأخضر. العائلات هاي تصور كلها، صور العائلات كيف تطلع كلها أمورها طيبة، ومنتشرين احنا في المنطقة هي بوابات وتامين. هذا العلم الأخضر، هذا علمهم الأخضر، هذا علم بو عميدة وجماعته وجيش القبائل. الله أكبر عليك، الله أكبر عليكم. أهلا بكم مرة أخرى، ونعود هنا أيضا لضيفي في الاستديو أستاذ محمد النعاس المحلل العسكري. في البداية هل لديك من تعليق حول ما لدي؟ يعني يبدو من خلال المعلومات الموجودة أن مرحلة المطاردة وصلت إلى مناطق في عمق جبهة العدو بالمصطلح العسكري، وهم الآن يطاردونهم في سهل الجفارة في منطقة، لما تقول في منطقة بئر الغنم معناها سهل مفتوح. فالآن عسكريا المنطقة يبدو أن المحور الذي يهرب منه مقاتلو جيش القبائل ما عادش عندهم يهربوا للزنتاني، ما عندهمش حاضرة اجتماعية، لأن لو بيمشوا على اليمين بيمشوا للزاوية ورق الدايدين والجميل ما يستطيعوش يبقوا فيها، وإذا كان والعجلات والمناطق هذه، وإذا كان بيمشوا لليسار منطقة العزية كلها محاصرة من ثوار فجر ليبيا، وفي سواء كان من أهل غريان أو من الدرع الوسطى وغيرها. منطقة ورشفانا نفسها عندهم محور واحد للهروب وهو بئر الغنم الزنتان، والزنتان في مشكلة اجتماعية لأنه مكتظة بالنازحين، فما أعتقد أن هم في وضع يعني سيء جدا. يعني هناك بعض التقارير تقول بأنه هو في داخل منطقة الزنتان هناك نزوح عدد كبير تقريبا لهذه الرقم تحديدا، ولكن التي كانوا يقطنون مدينة طرابلس ربما تحديدا. أنا بالأمس طلعت على الموقع اللي اسمه غرفة عملية زنتان، وهم نشروا فيه أن مدير مكتب التعليم في زنتان أصدر قرار بتأجيل الدراسة بسبب أن النازحين يشغلون المدارس الموجودة في المدينة. فهم الحقيقة ونحن نتأسف لهذا، في النهاية هم إخواننا يعني وأبناؤنا وأخواتنا، نأسف أنه الأمور وصلت إلى هذا الحد. فالمدينة صغيرة ومكتظة ولا تستطيع استوعب هذا العدد، مما اضطرهم إلى شغل المدارس. ليفترض أن الآن الطلبة يمشوا المدارس فتأجل التعليم. نعم. فنأمل ربما الوضع في ورشفانا نأمل أن تنحل المشكلة. نعم. ربما الوضع، ربما إحنا الجزء العفو الإنساني ربما يجب أن لا يغيب عنا كجزء من هذه التغطية وإن كان مدني، لكن منطقة ورشفانا ربما اصطلح لفظ قضية أن هي منطقة تعيش في ظروف مأساوية، ربما كثير من العائلات خرجت من هذه المنطقة باعتبار أن جل العمليات العسكرية حصلت فيها. يعني كيف ربما حتى التقرير، جزء من التقرير اللي عرضناه الآن أيضا تبين جزء من معاناة الجانب الإنساني في الموضوع. الحروب العصرية هذه حروب يعني خطيرة جدا، تستخدم النار. الحروب القديمة تستخدم السيف والحصان والرمح، لكن الحروب النارية هذه تعتمد على قوة النيران، والنيران تحرق وتدمر. فأي مكان يصير فيه قصف، أي مخلوق يعيش فيه حتى الحيوان يهرب، فما بالك بني آدم، ما بالك الأم اللي عندها طفل، هذا شيء يصير. لكن هناك الإعلام المضلل وقنوات الفتنة تضخم في الموضوع،
حتى أن الحكومة الطبرق أعلنت حتى قرار، أصدرت قرار باعتبار ورشفانة منطقة منكوبة. هذا كذب، هذا كذب. ممكن بين قوسين هذا المصطلح إلى ماذا يشير؟ لما أقول أن منطقة منكوبة يشير للتشهير الإعلامي للمستوى الدولي لكي يستقطبوا تأييد الرأي العام الدولي. وهي والأمور باطلة. ممكن ترى نشهد في خلال 4-5 أيام كل الناس يرجعوا إلى بيوتهم. يعني في موضوع الانسحاب، يعني ربما أنت ذكرت أن هناك انسحاب خارج هذه المناطق، لكن قد يكون انسحابا داخليا، ممكن مثل ما حصل أيام ثورة فبراير، الشخص الذي كان يحمل السلاح يغير الملابس وتنتهي القصة ويبقى في المنطقة. هل الكلام هذا يمكن أن يكون تصوره وتصبح هذه الخلايا المقاتلة تشكل خطر حتى على التمركز؟ لأننا نحن نعلم أن قوات الثوار لابد أن تتمركز في المدينة لحفظ الأمن، لا يمكن أن يخرجونها بهذا الشكل ويتركوها حتى من المسؤولية القانونية، موضوع تأمين بيوت الناس وأرزاقهم وغيره. يعني هل يمكن لهذه الفصائل المقاتلة من جيش القبائل أن هو ينحل أو يتحلل داخليا، باعتبار ربما إن صح التعبير أن ورشفانة هي حاضنة، ليست كجبهة طريق المطار جماعة من زنتان ضربوا ثم رجعوا، لأن يقاتلون جزء منهم من ورشفانة وجزء من المناطق المحيطة. لا أدري يعني كيف المعروف في تاريخ الحروب أنه عندما أنت تقتحم مدينة وتحطم القوة الرئيسية العدو يستحيل أنك أنت تطهر جميع الجيوب. أنا أعطيك مثال في الحرب العالمية الثانية، هذه حرب بسيطة طبعا، هذه ما فيها شيء. يعني في مدينة كون في فرنسا كان متمركز فيها الألمان، طبعا القوات الألمانية الرئيسية ضربت وخرجت من هذه المدينة، وقوات الحلفاء اقتحمت هذه المدينة ولكن لم تستطع السيطرة عليها، فصار فيهم قتلى كثيرين، فاستنجدوا بالطيران الاستراتيجي الأمريكي والبريطاني وأصبح يقصف في هذه المدينة. ما عاد في حل عندهم إلا محوها من الخارطة، حولوها إلى هذه معروفة قصف كون هذا، يعني وحتى المدلفات كان معروض شريط هذا. لكن هنا تم كسر شوكة العدو كقوة نارية، قوة نارية المدمرة تأتي من المدفعية والدبابات والرجيمات ومدافع الهواء 120 أو مدافع الميدان. عفوا ربما سؤال بسيط وتكمل، يعني هل هذه النوع من هذا السلاح إذا سلمنا جدلا بأن هناك قوات انسحبت إلى زنتان أو أن هناك آليات من هذا النوع داخل مدينة زنتان، وهذا أمر لابد أن يكون موجود، يعني هل هذا المدى المسافة اللي هو الموجود ربما تكون في مرمى النيران أم أن أنا أشك أنا قلت بأن جبهة العدو انهارت بالكامل لا يستطيع سحب الآلات الثقيلة، ما عندهمش مش مدربين على الانسحاب، لم يسحبوا معهم راجمات، لأن الدليل على ذلك أن الشباب سيطروا على كثير من الراجمات والدبابات، يعني معظم السلاح الثقيل إما اندمر أم إنه هو بيد الثوار يعني. بيد الثوار أو بيد الثوار، لكن تبقى جيوب مثلا في اللي من مرشفان هم يسحب يمشي زنتان يمشي سالس فارا أبدا، يخلع ملابسه ويقعد في أي مكان ما يعرف حد هو، ممكن يكتشف بعدين أو يبلغ عليه حد، أو عنده سلاح خفيف ممكن يتمكن من اغتيال شخص أو اثنين. هذه أمور متوقعة في لكن متوقعة. لا تؤثر عسكريا، لكن لا يؤثر عسكريا، لا يؤثر، مجرد ما يستخدم النار يكتشف ويقضى عليه على طول، ما فيش خوف يعني. نعم ربما، ولكن نأمل إن شاء الله يعني أن أهل ورشفانة يعني بإذن الله، لأنهم إخواننا في النهاية، ولا يجوز تعميم الحكم، ليسوا أهل ورشفانة ليسوا راضين بهذه الحروب، إنما هي عصابة كانت متمكنة وعندها النار، حتى أهل ورشفانة العقلاء ما يستطيعوش منعها، ربما يعني المجرم المسلح ما يستطيعش، ما يقضي عليه إلا السلاح. نعم في استعراض ربما عملية فجر ليبيا منذ أن بدأت، يعني منذ أشهر إلى الآن، وربما تقسيمها كمراحل التي مرت بها، هل يمكن أنك تلخص مراحل فجر ليبيا منذ أن بدأت إلى الآن في مرحلتين أو ثلاث مراحل استراتيجية يمكن أو يصح أن نطلق عليها مفاصل، وكيف تأثر كل مفصل بالآخر من ناحية عسكرية؟ من خلال متابعتنا لمجريات الأمور، وأنا قمت بتغطيتها من البداية، من أول بدأت المعركة، أنهم كانت عندهم خطة ممتازة جدا جدا. أولا حددوا الأماكن الرئيسية التي تمركز فيها العدو، مثلا معسكر حمزة، معسكر النقلية، المطار، رأس الأركان، كذلك فيها القوة الضاربة للقعقاع والصواعق مدان، واستخدموا السلاح الثقيل اللي هو مدفعية الميدان.
فركزوا مدفعية الميدان في أماكن معينة، وبدأوا يقصفون هذه المواقع بمدفعية الميدان من طراز من عيار 120 و130 لمدة حوالي 10 أيام متتالية. فأصيب العدو بإرهاق، وتجنب هذه ذكاء كان ممتاز جدا، يعني لم يقتحموا بأفراد المشاة. نعم، هي طارت أخذت أيام حتى ظل الناس، فقعدوا بقي 10-15 يوم يدكون من مواقع القعقاع وتوابعه، حتى المطار ما اقتحموش إلا في آخر لحظة عندما سحب منه الناس. لكن أماكنهم كلها كانت في مرمى في قوس النيران التابع لقوات فجر ليبيا، فأرهقوهم بالسلاح الثقيل وباستخدام الدكيل لمدفعية الميدان. وحتى لما اقتحموا معسكر، وأنا قابلت كثير من القادة الميدانيين الحقيقة اللي ومنهم الذين اقتحموا معسكر النقلية، لما دخلوا المعسكر يقول القوة الضاربة كلها اختفت بالكامل، بل هناك مأساة. يعني منهم من أخبرني أنه وجد الكثير من جثث متحللة، يعني لم يقدروا حتى على سحب جثثهم يعني. وهذا ما يدل على أنهم هم كانوا في وضع مأساوي، يعني فقدوا الإمداد، فقدوا الاتصال بقياداتهم. قياداتهم اللي قاعدة في فنادق 5 نجوم ضحكت عليهم وتركتهم يعني في وضع مأساوي. في النهاية نتأسف على موتهم، لأنهم أبناء ليبيا في النهاية، يعني نحن لا نؤيد القتل ولا نستبرئه أيضا. هل المرحلة الأولى هي انتهت بالجزء الأول؟ أيوة، بهذا هو بمجرد ما يعني كانت عملية النقلية كانت آخر عملية في يعني واسعة اقتلع فيها تشكيلات الثلاثة من مواقعها الحصينة، اللي هي تشكيلات نقول الثلاثة، اللي هي القعقاع والقعقاع يتكون من اللواء 32 ومتطوعو الزنتان وغيرهم وكتيبة سحبان وكتيبة محمد، مهم بقايا فلول جيش خميس والقدافي. طبعا عندما اقتلعوهم بدأت المرحلة الثانية، المرحلة الثانية اللي هي مطاردتهم. نتفكر أنهم استطاعوا أن يخترقوا محور ولي العهد، واكتشفوا أن الموضوع سهل جدا، ثم بعد ذلك سيطروا على محور سواني الكريمية العزيزية، واقتحموا معسكر حمزة فوجدوه فارغ، واقتحموا مقر جمعية الدعوة وكانوا قد فروا منه. وفي الحقيقة ثبت أن قوتهم انهارت يعني قبل انتهاء المعركة، وكنا قد تنبأنا بذلك لأنه أصبحوا ينهارون يوم بعد يوم قبل انهيارهم النهائي، ما يدل على أنهم لم تكن لديهم منظومة قيادة وسيطرة. ففجر ليبيا كانت خطواتها ممتازة الحقيقة، وكللت بالنصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل الشهداء في عليين، وأن يرحم إخواننا من الطرف الآخر اللي ماتوا الذين غرر بهم، ونحن نحزن على موتهم أيضا يعني. نعم. لا نشبت فيهم. نعم، بالنسبة إلى موضوع عرشفانة، هل كانت هذه المعركة التي إن صح التعبير هي في الوقت البدل الضائع كانت؟ لا، هي محور عرشفانة كان جيب، انسحب له بقايا القعقاع والتينة والتلاتين وكتيبة سحبان وكتيبة محمد، انسحبوا هناك واعتقدوا أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا، فجمعوا قوة معينة. ربما بعض ما ظهر في بعض وسائل الإعلام من المتحدثين ربما خارج ليبيا يقولون أن هي معركة الحسم وكذا وشيء، هل استدعي لها بعض المتطوعين؟ يعني بين قوسين بعض الناس ظنوا بأن المعركة هي معركة جيش القبائل، وأنها هل تم الزج بعناصر أخرى غير تعتبر متطوعة بين قوسين ليس عسكريين مثل ما كانت؟ أنا كنت يوميا أفتح المواقع بتاع جيش القبائل والزنتان وغيرها، هم يعتمدون التضخيم والكذب في الكلام يعني، والكذب هذا يؤدي إلى نتائج وخيمة جدا، أن أبنائهم قتلوا بطريق في معركة غير متكافئة. قوة فجر ليبيا قوة ضخمة، وقوة الجبهة الغربية في الزاوية عندهم حوالي 600 آلية، مش شوية، قوة ضخمة مش بسيطة يعني. لا تستطيع قوات الجيش القبائل أن بالإضافة إلى القوة المتحركة وقوة جبل جنزور، فالمعركة أصلا خاسرة. لكنهم استطاعوا أن يتسربوا لمعسكر 27 بمجموعة دبابات وممكن قطع مدفعية وكذا، ودمروا، لكن تكتيكيا فاشلين. في مرحلة من بس هناك في نقطة مهمة جدا جدا الحقيقة أريد أن أنبه عليها، يعني قوات المرابطة الآن
لاحظت سيادتك ان هم قاموا بتدمير جزء من كوبري 27. لو تلاحظ ان التدمير يعني واخذ شكل من اول طريق حوالي 25 متر مدمره بطريقه هندسيه فنيه. نعم. هادو طبعا بقايا ضباط الهندسه الموجودين تابعين للواء 32 المعزز مدربين قاموا بهذا العمل، لان يدل لان عندك عمق خرسانة بسمك حوالي متر. نعم. عسكريا ما الذي استطاعوا يعني هذا ما عملناش لمهندسين. نعم. مهندسين ميدان تابعين للجيش يعني مش سقوط عشوائي، لان هذا نسموه احنا توجيه الحشوه، فوجهوها بطريقه معينه فقطعت الكوبري كما تقطع انت قطعه الزبده بالضبط، ما يدل على اللي قاموا به يعني ناس فنيين. ولذلك انا احذر انه اذا وجد الثوار او وجد المدنيون اي اماكن فيها ذخيره مكدسه او اليات يعني دبابه بكامل ذخيرتها موجوده لا يقتربوا منها، لان الذين قاموا بهذا التفجير اكيد قادرين على تفخيخ هذه الاشياء، فليبتعدوا عنها. المدنيين انصحهم اخواننا والشفان اذا وجدوا اي سلاح موجود لا يقتربوا منه، يديروا عليه اشاره ويبلغوا عليه الثوار لكي يقوموا باستدعاء المهندسين ميدان. نعم، وربما ما يشير الى كلامك كان معنا بالامس احد المتداخلين واشار الى ايضا الغام على السواتر الترابيه. طبعا طبعا طبعا، ولهذا انا احذر المدنيين اكثر من الثوار. اخوان المدنيين الذين يرجعون الى مزارعهم وبيوتهم يحذروا جيدا اي جسم غريب ما يقتربوش، يديروا عليه دائره ويبلغوا عليه حتى يسلموا هم وحيواناتهم وابنائهم واولادهم وحزيرهم. استخدم الطيران في مرحله من المراحل واتهمت فيها دول عربيه في موضوع القصف، هل كان يعول على قضيه اعاده الكفه في موضوع الحرب التي كانت تجري في ليبيا؟ موضوع الطيران واستخدامه من هل شكل اي ولو استمر هذا القصف هل كان يمكن ان يعيد بالكفه مره اخرى؟ إذا كان تذكر حضرتك هذا القصف تم قبل اقتحام معسكر النخلية اللي هو آخر موقع بيومين أو ثلاثة. نعم. وعلقنا عليه في حين أنه هو ليس قصف بالطائرات، هو عبث بالطائرات. نعم. لا فائدة منه على الإطلاق. نعم. لأن أولا جبهة طولها 30 كيلومتر ما يكفيش فيها طائرة أو اثنين بموجات من الطيران يمسحها. اسطولة. أيوة، وليس ساحة استخدام الصواريخ، لازم القنابل قصف القنابل العشوائي للتمشيط. وهذا مستحيل، ولا تستطيع الإمارات ولا مصر. نعم. في منطقة زي هذه، فهو عبارة عن عبث لرفع المعنويات فقط. نعم. ولكن هو رفع معنويات الثوار، يعني النتائج كانت عكسية، فبعد بيومين اقتحموا حتى معسكر النقلية وانتهت المعركة. نعم، بعض الطرق ربما هي طرق حيوية. عودة فقط إلى موضوع الكوبري 27، ما هي قيمة هدم هذا الكوبري أو هذا بالمصطلح يعني العام هو طريق تجاري. نعم. عندما نتكلم طريق طرابلس راس جدير هذا يسموه طريق تجاري. نعم. هذا هو رئة المنطقة الغربية. نعم. وبالنسبة للمنطقة اللي هي العزيزية والمعمورة والزهرة وما حولها، هذا هو الطريق التجاري الذي تتغذى منه المنطقة ديكاي بربطه مع الطريق التجاري الساحلي. فإيقافها يأثر في الناس كثير يعني، ولهذا من أولى الخطوات التي اتخذها الحكومة بسرعة هو فتحها لتخفيف عن الناس مسائل التجارة، السلع، العلاج، الطوارئ، يعني مهم جدا الكوبري هذا يعني. نعم. جدا بالنسبة للتوجيه، وهم هم يعني خربوا الكوبري هذا لكي يمنعوا قوات فجر ليبيا من التسرب منه إلى داخل الزهرة، لأنه يرفع الزهرة. أنا زي كما أوريك تقاطع الشرطة العسكرية. نعم. منها تتفرع إلى الزهرة وإلى العزية. الآن ربما حسب المعلومات أن القوات فجر ليبيا تتمركز في، وأنت تقول أن الآن نحن في مرحلة اللي هي الآن المرحلة الأخيرة اللي مرحلة المطاردة والانسحاب. كيف طبيعة هذه المرحلة وما هي مؤشراتها، وهل يمكن للقوات المتمركزة في منطقة أخرى مثل منطقة الزنتان؟ نعلم أن ثوار فجر ليبيا أشاروا في بعض تصريحات لهم أن هذه مرحلة ألف ومرحلة باء ربما في نية إلى اقتحام هذه المنطقة اللي هي منطقة زنتان وهي منطقة جبلية. هل نقول بأن عمليات فجر ليبيا انتهت أم أنها لم تنتهي بعد؟ لا نقول بذلك إلا إذا تمت السيطرة على مدينة بير الغنم، حيث يوجد معسكر بير الغنم. هذا معسكر تتجمع فيه قوات زنتان.
يوسفنا نقول الزنتاني، المفروض ما نقولش قوة الزنتاني، المفروض نقول القوة الليبية، لكن للأسف الشديد هذا الواقع. فالسيطرة على بير الغنم تعتبر آخر مدينة، آخر مدينة يعني استراتيجية على محور الإمداد الرئيسي إلى الزنتان. إذا الثوار سيطروا على المكان هذا ووضعوا فيه، نشروا قواتهم بطريقة أفقية، لا يوجد لن تستطيع أي آلية من الزنتان أن تتحرك باتجاه طرابلس أو بير شيبة أو حزيات. نعم، ما فارق التشبيه. إلا أن يتجهوا إلى منطقة تيجي وبدر ونالوت وتكوت والمناطق هذه، وهذه ليست مناطقهم وليست حاضنة بالنسبة لهم، يعني ما يستطيعوش. نعم، ربما مع فارق التشبيه في أيام الثورة، ثورة فبراير كانت ربما كتائب من الثوار الغير مدربة ومعظمها تعتمد على قضية الروح القتالية وكذا، في مقابل جيش نظامي اللي هو جيش النظام السابق الجيش القذافي. مع فارق التشبيه أيضا، هل عملي وانتصر الثوار رغم أنه كان في مقابل جيش نظامي؟ لو اعتبرنا أن فجر ليبيا الآن هي بحكم تدريباتهم وبحكم الانضباطية الأقرب ما تكون إلى الجيش النظامي، صحيح ليس بالجيش الليبي، ولكن هل يمكن أن تتكرر نفس المرحلة؟ وما هي الظروف التي يمكن أن تعكس فيها النتائج مرة ثانية؟ هو يعني كما يقول الأدباء يعني تشبيه مع الفارق. نعم، يعني المعركة مع القذافي كانت معركة أخرى. أنا عفوا فيها طرف قوي. حتى يكون السؤال بشكل واضح، أنا لا أتكلم عن الناحية العقدية، أنا أتكلم عن كقوة قتالية مقاتلة في مقابل قوة أخرى مقاتلة، وما بالتحليل العسكري ليس تأييدا لرأي. أعرف قصدك. يعني المعركة مع القذافي كانت معركة مريرة جدا، تدخل فيها طرف أقوى منه، فضرب منظومة القيادة والسيطرة متاعها، ضرب المعسكرات حلف الناتو اللي هو حلف الناتو يعني. فعندما ضربوا له شبكة الرادارات، ضربوا له شبكة الاتصالات، ضربوا له منظومة القيادة والسيطرة بصورة عامة، ضربوا له مخازن الذخيرة، انهار الجيش متاعها، انهار الجيش. ولكن الثوار الليبيون كانوا شرسين بالقتال، والحقيقة الليبيين القبائل الليبية كلها شرسة في القتال، حتى في أيام المعروفة في التاريخ، يعني حتى ضد الإيطاليين كانوا مع الناس لحة خالية، ولكن ضحوا بنصف مليون وما بوش يستسلموا. نعم، إلا بعد ممكن 25 سنة من القتال يعني. نعم، هذا ربما ما يلاحظ أحيانا. نعم، بعض الحروب قد تقف لعدم تكافؤ الفرص. هؤلاء الأحفاد من أولئك الأجداد حقيقة يعني، فهم نفس الروح القتالية دي موجودة. لكن الخروج بأقل الخسائر في المصطلح العسكري ربما غير موجود في ليبيا. لكن الحقيقة نقول لك، هذه أنا أعتبرها معجزة من الله سبحانه وتعالى، هذه فجر ليبيا هذه جاءت في وقت مناسب. لأن ما كان يقع في ليبيا لو تحدثنا عليه طبعا يحتاجنا أكثر من حلقة، اللي هو كانت مؤامرة محبوكة من الداخل والخارج، ومن الخونة أدناب الاستعمار، أدناب الدول الأجنبية، وأدناب النظام السابق كانوا يتأمرون على البلد. فهؤلاء الثوار بحسهم فطرتهم انتبهوا في الوقت المحاسب بالمناسب، ورأوا أن الذراع العسكري للمؤامرة، وخصوصا بعد خروج حفتر، المؤشرات يعني مؤشرات الخطر زادت، فاستشعروا الخطر فقضوا على الذراع العسكري لحفتر في المنطقة الغربية. والآن بالقضاء على جيب ورشفانة، لا أقول ورشفانة، جيب العصابات اللي كانت موجودة في ورشفانة، وأنا أكرر احترام لأهل ورشفانة، يعتبر يعني 95% من القتال قد انتهى. بقي جيب واحد اللي هو مدينة الزنتان. الزنتان غير قادر على القتال لأنه في وضع اجتماعي مأساوي. نأمل أن تساهم الحكومة في حل مشاكل النساء والأطفال والمرضى ومسألة الدراسة، فنأمل أن الزنتان يكونوا حكماء حيث يتيحوا للدولة أن يتحللوا مشكلتهم. أقل من دقيقة ربما لديك ما تلخص في الموضوع. يعني ألخص أنه هو أن الثوار يجب أن يكونوا منتبهين، يعني لا يغرهم النصر، الأعداء متربصون من الداخل والخارج، يجب أن ألا يلقوا السلاح حتى تطمئن ليبيا بأن الدولة العميقة وجذورها قد انتهت، وإلا فإن على ليبيا السلام. نعم، الأستاذ محمد النعاس الخبير العسكري، شكرا جزيلا لك، واشكر الأستاذ السيد خالد الطبيب، وعذرا عن الانقطاع لم نتمكن من الاتصال به مرة أخرى. أشكركم يا السادة السيدات حول على حسن المتابعة، ولأن ألقاكم في تغطية أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.